هنبدأ سنة أولى دلوقتي. معايا سنة أولى، معاكم مستر أحمد أدري. النهاردة نبدأ كده الشرح إن شاء الله في المنهج بتاعنا، أو في إحنا كنا شغالين في إنيتيه، اللي هو إحنا طبعا منهج بيان فيني. هنبدأ في إنيتيه أو نكمل إنيتيه، لا فامي رضا، عائلة رضا. إحنا كده خدنا، لو ناس تفتكر مع بعض، خدنا مراجعة بريزوم مع أفعال البرمير جروب والديزيوم جروب والتروازيوم جروب في الفصل، وكمان شرحنا البصير كومبوزي مع أفوار مع مدام إيمان حصة الزوم. النهاردة بقى هنشرح جرامير برضو، خد بالكم هنشرح النهاردة جرامير. حطوا في مخكم ان غالبا حصة الزوم دي مهمة عشان هيتشرح فيها جرامير، ولسه احنا في انتيقة لا فامي رضا. الناس معايا كلها تمام؟ نبدأ كده ان شاء الله. اول عندنا درس جرامير مهم جدا جدا اسمه لانتوجاسيون. لانتوجاسيو اللي هو الاستفهام. يعني ايه استفهام؟ هنعمل سؤال، سؤال بهل، سؤال بكيف، سؤال بماذا، سؤال من هذا للعاقل. قبل بس ما نعمل السؤال لازم نعمل شوية تحويلات أو تغييرات لازم نعملها في السؤال وفي الإجابة. يعني إيه تحويلات؟ يعني مثلا لو إحنا لقينا في السؤال تي بنجاوب بجي، لو لقينا في السؤال إيل بتبقى في الإجابة إيل برضه. ال طب لو لقينا في السؤال بيسأل بفو يبقى الإجابة بنو. تاني لو بيسأل بالسؤال تي يبقى نجاوب بجي، لو بيسأل بإيل هو تبقى إيل برضه، لو ال فو فو. يبقى احنا مش بنغير أي حاجة خالص مع ضمائر إيل وال. دي أول حاجة احنا بنعملها بس في التغييرات. اتفقنا يا سنة أولى؟ طيب أول حاجة عندنا، أول حاجة عندنا هناخدها من ضمن أدوات الاستفهام كيس. كيس معناها من هذا للعاقل، يبقى كيس لازم تتحفظ كده، من هذا العاقل بمعنى إيه؟ لازم أجاوب عليها بسي بليس نو سانجليه زائد اسم مذكر، لا أو اسم مش مذكر قصدي اسم مفرد، بصرف النظر مذكر أو مؤنث يبقى سي بليس نو سانجليه. يعني اقول لك سي هنا بمعنى هذا، اقول سي هبه، سي احمد. يبقى تاني كيس من هذا للعاقل بليس نو سانجليه، اهم حاجه يكون اسم مفرد، اسم مذكر اسم مؤنث، المهم يكون اسم مفرد. سي هبه، سي احمد، ممكن يكون اسم بلوريال، اه ينفع اسم بلوريال عادي خالص، بس في الحاله دي هسال بكيت فو. كيت فو معناها من تكونوا، هي لما يكونوا جماعه، ما بتكلمش شخص واحد بقى، بكلم جماعه، انتوا بتكونوا مين؟ هنا بقى هجاوب بسي سون، سي سون بليس نو بلوريال، هجاوب باسم جمع بقى، هقول مثلا سي سون احمد ايمونا، يبقى كيس بجاوب بسي بليس نو سانجليه. لو ما هيكون هسأل شخص أو مجموعة هقول كيد فو، الإجابة بتاعتها تبقى سي سون. لو الناس تفتكر معايا إن سون ده تصريف أو لاكونجنسيون دي فيرب إت، تصريف فعل إت، هؤلاء يكون. فبالتالي ما دام هنا تصريف فيرب إت مع إيل أفيك إس لازم يكون في نو بلوريال. معايا كده الناس قبل ما ندخل في الجزء الجديد كده؟ يبقى تاني قبل ما ندخل في اداه الاستفهام، عشان الكيس دي مهمه جدا جدا وعندك في المنهج وهتتسال فيها. كيس من هذا للعاقل، لما اجي اجاوب عليها هجاوب بسي بليس نو سانجليه. سي معناها هذا يكون، سي تصيف ب اتس اي اس تي زائد اسم مفرد مذكر، واجيب اي اسم مفرد وخلاص، مش شرط يكون مذكر، ممكن مذكر ممكن يكون مؤنث، سي احمد، سي هبه، سي منى، سي علي، اي اسم. كيدفو سي سون زائد نو بلوريال، سي سون احمد ايمونا، ايه دي معناها واحد. دي اول اداه استفهام معانا اسمها كيس والجمع بتاعها. تاني اداه استفهام معايا اسمها كيسك سي، مهمه قوي كيسك سي دي. دي معناها ما هذا بس الغير العاقل، هجاوب عليها بسي
بليس ان او ان. لو نفتكر ان سي دي معناها هذا خلاص، ان او ان دي ارتيكل انديفيني اداه نكره ماسكولا وسانجليه، لازم اجاوب عليها باسم غير عاقل بمعنى، او هجاوب عليها بسيسون. احنا اتفقنا سيسون لازم يجي وراها نو بلوريال، بمعنى هقول ستانستيلو اسم غير عاقل، سيتي نيكول، سيتي ميزون، اي اسم، بس اهم حاجه يكون اسم غير عاقل. سيسون دي ليفر، دي كتب. يبقى كيسك سي دي او كي سي، ممكن اختصر كيسك واكتب كي سي، الاجابه على شيء غير عاقل بجاوب عليها بستان او بستين. احنا خدنا كيس من هذا للعاقل، كيسك سي ما كيسك سي ما هذا لغير العاقل، قصدي كيس من هذا للعاقل وكيسك سي ما هذا لغير العاقل. تاني تالت اداه معانا هناخدها النهارده اسمها كومو. كومو احنا خدناها قبل كده كتير وخدناها في ابتدائي. هنعرف دلوقتي كومو بتسأل عن كذا حاجه. اول حاجه بتسأل عن النو، لما اجي اسال اي حد اقول كومون تي تابيل، كومون تي تابيل، كيف حالك؟ عادي خلاص. اول حاجه كومو بتسأل عن النو، الاسم، جوما بالآية، جوما بالمنى، اي اسم. تاني حاجه بتسأل كومو بتسأل عنها ايه هي؟ كومون سافا، بتسأل عن الحال، لاتا، تا معناها الحال، كومون سافا، كيف حالك؟ سافا بيان، او ممكن اقول كومون فاتي. تالت حاجه بتسأل عن مواياد ترانسبور، وسيله المواصلات، كومون فاتي اليكول، مثلا اقول جي في اليكول، ام بيس، ان تاكسي، اي وسيله مواصلات. يبقى احنا عندنا كومون بتسأل عن الاسم، بتسأل عن الحال، بتسأل عن مواياد ترانسبور، عن وسيله المواصلات. فيها مشكله هنا؟ اداه الاستفهام بعد كده بقى اسمها كيسك، كيسك او كي، خد بالكم انا مش كاتب ترجمه. كيسك معناها ماذا؟ كيسك ممكن ما اكتبش كيسك كبير عليا، اكتب بدلها كي، كي او كي ابوستروف لو جه وراها حرف فويل. وخدوا بالكم ان كيسك ليها قاعده، لازم يجي وراها سوجي فيرب كومبليمون، سوجي فيرب يعني جمله كامله. لو الناس تفتكر فاعل، فعلي مفعول. مثال كيسك إل في، ماذا هو يعمل او ماذا هو يفعل؟ كيسك فو فيت، ماذا انتم تعملون او ماذا انتم تفعلون؟ شايفين هنا جمله كامله، ادي السوجي وادي الفيرب، سوجي فيرب، اداه الاستفهام، وادي الفاعل، وادي الفعل. هجاوب بقى، هو عايز وظيفه مثلا، احنا الحصه الجايه هناخد الوظائف ان شاء الله، هقول مثلا ايه هو بيشتغل ايه، ايلي ميديسا. هنا بيقول انتوا بتشتغلوا ايه، هقول نو سوم جورناليست، نحن نكون صحفيين. هنا طب ليه يا مستر حطيت سوم تصريف فيرب ات وهنا في في؟ مفيش مشكله، انت عايز تقول نو فيزو مفيش مشكله عادي خالص، عايز تقول ايل في هو يعمل اوكي مفيش مشكله. مثال تاني كيتي في، ادي هو هنا شال كيس كتب بدلها كي، صح برضه. طب يا مستر في سؤال، ممكن بدل ما اكتب كيتي في اعكس اخليها كي في تي، احط الفيرب قبل السوجي مفيش مشكله. انا اهم حاجه عندي يكون في اداه استفهام ويكون في سوجي وفيرب. كيسك تي ام اليكول، انت بتحب ايه في المدرسه؟ واجاوب عادي مثلا جي سوي بروفيسور، لو انا جي سوي بروفيسور لو كان السؤال عن الوظيفه، وهنا مثلا برضه جمله جامعه جيم لي فرونسي. يبقى تاني كيسك او كي بتسال عن مفعول غير عاقل. يعني ايه مفعول غير عاقل؟ يعني انا هنا بقول نو سوم جورناليست الي ميديسا، ده الكومبليمون، ده غير عاقل لي فرونسي، اتفقنا؟ اديس فان بعد كده اسمها او، اين تسال عن المكان، سهله خالص، جي في او سينما، انا رايح السينما، يبقى او فاتي. شايفين التغييرات اللي بعملها اللي انا قلت لكم عليها في الاول، لو لقيت في الاجابه جو بحولها تبقى تي، واغير تصريف الفيرب. احنا خدنا الفيرب اولي تصريفه، هنا هيتصرف مع تي وهنا هيتصرف مع جي. إيه مثلا الى بيتا اليكس، هو بيسكن في اسكندريه، او ابيتيل، اين هو يسكن؟ عايز تعكس وتحط تقول ايل ابيت، مفيش مشكله عادي خالص. نو ترافيون اجيزا، احنا نعمل في الجيزه او بنشتغل في الجيزه، او فو ترافيي، دي اداه استفهام. او اداه استفهام بعد كده معانا اسمها كي، كي معناها من، تسال عن فاعل عاقل. يعني ايه فاعل عاقل؟ يعني لازم يكون اسم عاقل انا بسال عنه. كي في لي ديفوار، مين عمل الواجب؟ هنقول مثلا ايه منى في لي ديفوار، شايفين بقى الاسم العاقل ده هو المكان اللي احنا بنسال عنه. كي فا اوكليب، مين راح النادي؟ عمر فا اوكليب، اتفقنا؟ في بعد كده هناخد حاجه مهمه جدا دلوقتي اسمها الانتجاسيون برضه، بس السؤال بهل، ركز معايا في الجزء ده عشان مهم جدا الانتجاسيون، الاستفهام بهل. مادام يعني استفهام بهل؟ يعني هجاوب بوي او بنو، الجزء ده مهم جدا جدا جدا. احنا مش هناخد ادوات الاستفهام، احنا هنسال ازاي بهل دلوقتي.
ازاي اجاوب بوي، امتى اجاوب بوي او بنو. بصوا معايا كده الجزء ده، ايه السب العالي؟ الجمله دي معناها ايه؟ جمله عاديه خالص بتتكون من سوجي وفيرب وكومبليمون، عادي خالص. هو اسمه علي، هو اخرها نقطه. لو غيرته وحطيت بدلها علامه استفهام معنى الجمله اتغير خالص، ما بقاش اسمها اسم هو علي، بقى اسمه هل هو اسمه علي. يعني يا مستر علامه الاستفهام ده او علامه الاستفهام دي بتغير المعنى؟ اه بتغير المعنى، بتحول لك السؤال او بيحول لك السؤال من جمله استفهامية، من جمله خبريه لجمله استفهاميه. هنا هو اسمه علي، ايه السب العالي؟ ده استفهام باللهجه، بار الانتوناسيون. يعني ايه؟ عن طريق اللهجه بتاعتي انت بتعرف او انت بتعرف ان انا بسال بهل. ايه السب العالي؟ هنا بقى لازم اجاوب بوي او بنو. وي السب العالي، نو السب الاحمد. هنا غيرت انا ايه؟ الكومبليمون. في ناس تانية ممكن تقول يا مستر انا ممكن اجاوب بنفي، اقول نو اني سابيل با، ما فيش مش مشكله عادي. انت عايز تحط ني وبا ماشي، عايز اجاوب عن طريق تغيير الكومبليمون عن طريق ان انا اغير المفعول، اوكي ما فيش مشكله. تشي اليف، هو انت بتكون تلميذ؟ فوزافي ان فواتير، شايفين؟ يعني السؤال بتاع فوزافي ان فواتير هشيل علامه استفهام واحط نقطه، جمله خبريه. انتوا عندكم عربيه، مفيش مشكله عادي خالص، هحط نقطه. انتوا عندكم عربيه فيها حاجه دي، لكن لو حطيت علامه استفهام هنا لازم اجاوب بوي او بنو. vous avez une voiture، انتوا عندكم عربيه، هنا بقى هجاوب بوي او بنو. هنا مثلا oui je suis élève، خدوا بالكم تصريف فيرب ات اي اس حولته بقى سوي مع جي، دي التغييرات اللي احنا قلنا عليها. لو لقيت السؤال تي بحوله لجي، وهنا الفو حولناها نو تصريف فيرب افوار اللي احنا خدناه قبل كده، oui nous avons une voiture، وهكذا. ممكن اجاوب بنو مثلا نو جي سوي بوفيسير، لا انا اكون مدرس. نو نافون ان ميزو، لا احنا عندنا منزل ما عندناش عربيه. فهمتوا ازاي امتى اجاوب بو او بنو؟ ما دام لقيت السؤال بيبدا بضمير ايل او ال او بوفو مثلا، او باسم عاقل احمد مثلا او علي اي اسم، وحط علامه استفهام في الاخر، تعرفي ان السؤال ده بيسال بهل. طبعا احنا بنتكلم غير ادوات الاستفهام اللي احنا خدناها اي او وكوما وكي، لا انا بتكلم لو بيسال بضمير او باسم شخص. مثال تاني، وي جي سوي ايجيبسيان. في حد ممكن يقول لي هنا ايه؟ هو انا ما ينفعش اسال غير بالضمير الفاعل؟ ما فيش اداه استفهام بمعنى هل، هل بمعنى الكلمه؟ لا، في اداه استفهام اسمها اسك. اسك دي معناها هل، لو حطيناها في اول الجمله معناها هل. يعني وي جي سوي ايجيبسيان، ايوه انا اكون مصري. اسك تي ايجيبسيان، هو انت بتكون مصري؟ نو جينيم با لا شيمي، لا انا ما بحبش الكيمياء. اسك تي ام لا شيمي، طب يا مستر انا ممكن اسال باسك ولا ممكن اسال بالضمير؟ يعني ممكن اشيل اسك دي واقول تي ام لا شيمي، اه صح ما فيش مشكله عادي خالص. هي اسك ايه بتستخدم لايه؟ طيب يعني احنا ممكن يكون بالنسبه لنا ان انا اسال بالسوجي، اسال بالفاعل تشي او ايل، مش لازم احط اسك في الاول. هي ايه لازمتها اسك؟ اسك ليها استخدامين. اسك اول حاجه بتستخدم، بتعمل على حاجه اسمها تقديم الفعل على الفاعل. يعني ايه بتعمل تقديم الفعل على الفاعل؟ يعني انا ما ينفعش اقول اسك ام تشي، لازم اسك تشي ام، لازم احط الفعل والفعل. ثانيا اسك بتستخدم في المعاملات الرسميه شويه، يعني لو بكلم حد اكبر مني، حد عايز احترمه، بكلم المدير، بعمل مقابله مثلا انترفيو مع المدير بتاعي، مع المستر بتاعي، ما ينفعش اساله استفهام باللهجه، ما ينفعش اقول له تيم لا شيمي، لا انا مضطر اسال باسك هنا. وطبعا دي التغييرات اللي انا قلت لكم عليها، لو لقيت في الاجابه جي بحولها تبقى تي، نو تبقى فو، ايل وال تبقى ايل وال. ما ننساش الادجكتيف بوسيسيف، مو تبقى تون، ما تبقى تا، مي تبقى تي، نوت فوت، نو فو. التغييرات دي لازم تتعمل لو كانت في الاجابه نعملها في السؤال. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان العكس صحيح، يعني لو كان ده في السؤال بحوله في الاجابه. يعني هو مثلا قال لي سؤال، قال لي مثلا كومبليتلي دايالوج، اكمل هذه المحادثه، نفس القصه. جاب لي محادثه وعايزني اكملها او عايزني ارتبها او احط او الف محادثه مثلا ما بين اثنين، لازم اراعي التغييرات دي في السؤال وفي الاجابه في الادجكتيف بوسيسيف. اتفقنا؟ عرفنا امتى احنا نسال بهل؟ طيب احنا ناخد كده اكسرسيس صغير كده عبالة ما نشوف بس الناس شكلها ايه وتجاوب معايا. افتح الصوت. بوكوا مش عندهم، مش عندهم.
هاي سنة أولى، كلكم سامعيني دلوقتي كويس؟ تمام؟ في حد مش سامع الصوت؟ الجزء اللي اتشرح ده مفهوم؟ لا سامعين. طب في أي حاجة مش مفهومة؟ ناخد اكسرسايز، اكسرسايز كده سهل كده على هيئة شوزيه، أوكي؟ ماشي؟ شوزيه هو انتروجاتيف كونفينابل، نركز كده مع بعض. نقط جو لوتينيس. يلا كده كل واحد اللي عايز يقول لي يا مستر انا ممكن اجاوب، او اللي عايز تجاوب مثلا عندي كومبيان دي وعندي كيل وعندي كي، تبقى ايه؟ انا اسمك ايه الاول؟ سميه. قولي يا سميه تبقى ايه؟ كي. برافو عليكي. كي معناها ايه يا سميه؟ من. برافو. كي جوليتينيس، بالظبط كده زي ما قال سميه، كي جوليتينيس مين بيلعب تنس؟ ناس تفهم. برافو يا سميه. السؤال الثاني بقى، منى فا باري. منى انا مش عايز اترجم الجمله، مين يقدر يجاوب؟ انا. اسمك كومونتي تابل؟ كنزي. هيا كنزي، نختار انهي واحده؟ انا مش هترجم، لو في قولي لي بقى منى فا باري تبقى ايه؟ كي اس سي كيو تي. تاني واحده. طب معناها ايه؟ معناها اللي هو يعني ايه، منى راحت باريس او كده. ايوه تمام، انا عارف ان منى راحت باريس. إيه؟ معناها ايه كلمه كيس كي دي اللي انت قلتيها يا كنزي؟ هذا سم. طب ممكن اسال سؤال، كي الاولانيه معناها ايه؟ من. طب الاخيره كومو معناها ايه؟ يعني بتسأل على الحال او كده. كيف او ما، صح؟ كيس كي اللي في النص دي معناها من، بتسوي كي الاولانيه، تبقى انهي واحده فيهم الاختيار؟ كومو. كومو بالظبط. بالظبط. كنز اللي بتجاوب ولا حد تاني؟ كنزي. بالظبط كومو. كيف تذهب منى الى باريس؟ كيستيون بروتو نقط فوز عليه. يلا كده مين يجاوب؟ انا. كوماتي تابل. ودينا. ودينا، قولي يا ودينا نختار انهي واحده يا ودينا؟ تريت واحده. اسمها ايه؟ او. اسمها او بالظبط، معناها ايه او يا ودينا؟ معناها ايه؟ اين؟ اين او فوزالي؟ اين انتم تذهبون؟ تمام. السؤال رقم كات، تيا دور اليكول، انهي واحده بقى؟ حد تانية سنة أولى؟ سنة أولى معايا؟ سامعني؟ سنة أولى؟ حد عاد إيه ده يجاوب نقط تي أدور أليكول؟ كيسك. كيسك تي ادور اليكول، ماذا تعشق في المدرسه؟ سهله جدا. في معناها انت، ادور معناها يعشق، تصريف فيرب ادوري، اليكول في المدرسه. كيسك تي ادور اليكول معناها ماذا تعشق في المدرسه. كي معناها من، تسعى عن فعل عاقل، ما ينفعش احط كي وفي تشي. وكا ما خدناهاش معناها متى، كيسك خدناها معناها ماذا. رقم 5، السؤال رقم 5، نقط ريجارد لي ماتش، مين يجاوب؟ أنا سنة أولى، سامعني كويس؟ الصوت واضح ولا في مشكلة في الصوت؟ طب ردوا عليا، أنتوا سامعيني ولا لأ؟ في مشكلة في الصوت؟ الصوت مش واصل. طب ثواني كده.
ايوه يا مسح، ممكن تعمل لنا اصلا حضرتك كنت عامل لنا ميوت. اه انا كنت عامل لكم ميوت. طب معلش معلش كده سامعيني؟ ايوه. طب كده تمام اوكي. السؤال رقم 5 يلا مين يجاوب عليه؟ ريفالدو لوماتش تبقى ايه؟ انا. مين يجاوب؟ انا. اسمك ايه؟ كوماتش تابيل. كنزي تاني. ماشي يا كنزي، تبقى انهي واحده يا كنزي؟ اخر واحده. صح، هي تنفع اخر واحده. برافو عليكي. وفي اجابه تانية ليها؟ كي مثلا مين بيتفرج على الماتش؟ برافو صح. لسه برضو المايك عندها ما فتحش. تمام، تنفع كي وتنفع اكيلير. بالظبط، كي ريكورد الماتش واكيلير في اي ساعه بتشوف الماتش. تمام بالظبط كده. رقم 6 مين يجاوب؟ هي ازاي اكيلير تنفع؟ مش المفروض اقول اكيلير تي ريجارد لو ماتش؟ بس هنا مفيش. بالظبط، وممكن كي، كي معناها ايه؟ مين بيتكلم الاول؟ من. بالظبط، مين شاف الماتش؟ فين الفاعل العاقل؟ انا بسال عن واحد، بسال عن حد عاقل، مين بيشوف الماتش؟ يو. رقم 6 بقى يا مستر. نعم. في ناس ما تفكش عندها الميوت. طيب ثواني كده، لسه في ناس الصوت عندها مش واضح كده. الصوت واضح بالنسبه بقى للناس كلها. المفروض انتوا تفتحوه من عندكم كده. خلاص كده انا يعني احنا ظبطناها على الشاشه. ما بيبوسوا ما بيفتحش كده. لا كل الناس دلوقتي خلاص، كل الناس انا عندي المايك شغال عندها. انا فاتح عندي خلاص. انا فاتح عندي. يلا بقى الجمله رقم 6. الجمله رقم 6 ها. انا سمعتي تابيل؟ سميه. قولي يا سميه. انت لسه مجاوبه يا سميه، بس قولي تاني. نقط فو بريفي الفرنسي تبقى ايه؟ هاي سمية. اسك. ثاني واحدة فيهم. ثاني واحدة. بالظبط، اسك. عارف عن ايه اسك؟ اه يعني هل. برافو عليك. هل. برافو عليك يا سمية. اسك فو بريفيري الفرنسي، وانتوا بتفضلوا الفرنساوي. صح يا سمية، برافو. يلا رقم 6، السؤال رقم 6 رقم 7، مين يجاوب نقط فاتي اليكول؟ بسرعة شوية يا سمية. أنا. اسمك ايه؟ كوماتي تابيل. كل واحدة تقول اسمها مباشرة. جمانة. جمانة، قول يا جمانة. فاتي اليكول، نختار انهي واحدة؟ جمانة. يلا يا في النص. كي، لا. كي فاتي اليكول، ازاي هتحطي كي وفي ضمير فاعل؟ يا مستر مستر مستر. قول. أنا عارفها. اسمك ايه؟ كوماتي تابيل. كوماتي تابيل الأول. حسن. قول يا حسن. حسن. واحدة. او. او او معناها ايه؟ او ايه فين؟ اين؟ اين؟ يا سلام عليك يا ابو حسن. اين انت تذهب الى المدرسه؟ مستر يا كومور هو بيسال انت ازاي بتروح المدرسه ماشي ولا بعربيه؟ مين بيتكلم طيب؟ كنزي. برافو يا كنزي. كومور فاتيه قال لي كيف تذهب الى المدرسه؟ بالظبط. طيب اخر سؤال بقى رقم 8. ايه ده انا غلطت؟ طبعا انت غلطت يا حسن. ازاي ازاي بتسعد وفي عندك الاجابه؟ لا انا كنتش مركز كويس، ما كنتش مركز، ما شفتهاش كويس. ما فيش مشكله، ركز في السؤال الجاي بقى. السؤال رقم 8 بريفيري فو. ها مين يجاوب؟ انا يا مستر. قول يا حسن. ها كي. كي كي معناها ايه؟ ماذا. بالظبط، ماذا انتم تفضلون بتساوي كي. كيسك. بالظبط، كيسك فو بريفيري او كيسك بريف فو. حد عنده مشكله في الاكسرسايز ده يا سنه اولى؟ حد مش فاهم حاجه فيه مثلا؟ حاجه مش واضحه بالنسبه له فيه؟ لا. عايز اسمع كلكم يا سنه اولى. ها لا يا مستر. تمام. لا يا مستر. لا. طب ندخل على حاجه ثانيه، اكسرسايز صغير ثاني. يلا كده السؤال ده بيقول لك اوجد السؤال. هو هنا يا سنه اولى عايز يحط يا اما كيس يا اما يحط كيسك سي. احنا خدنا الفرق ما بين كيس وكيس كيس، صح ولا لا؟ طيب اول سؤال بيقول لك سي مونامي هبه. نحط ايه السؤال بقى؟ هاي سنه اولى هنحط كيس. مين بيتكلم الاول؟ كوماتي تابيل. سميه. يا سلام، مفيش غيرك انت يا سمسم اللي بتجاوب على طول. قولي يا سميه. برافو عليك يا سمسم. ها هتحط ايه يا سميه؟ كيس. كيس بالظبط. كيس معناها من هذا العاقل. برافو عليك يا سميه، شاطره. السؤال نمرو دي.
ستين شيز. انا عايزه اجاوب. بس من غير خناقات. مين بيتكلم؟ كومنت. طب اللي بيتكلم يقول لي كينز جاوبت. في حد ما جاوبش؟ كينز جاوبت. انا جاوبت غلط. طب حسن جاوب وكينزي وسميه وغدينا جاوبت. في حد تاني؟ وانا اكيد في حد تاني. طب انا عايز اسمع الصوت. حد اللي ما جاوبش يقول. انا كومنت. طب جوانا. جمانة جاوبت. جمانة قول يا جمانة. بس جاوبت غلط. طب قول يا جمانة. 60 شيز تبقى ايه السؤال؟ كيس كوسي. برافو. اسمها لا انطقها صح بقى. كيس سي. كيس سي. ايوه هي دي نفس الغلطة اللي حصلت في الفصل يا مستر. بالظبط. كيس معناها ما هذا. ما هذا يكون او ماذا يكون. كيس سي. يلا السؤال نمرو تو. سيسون دي مالات. ها مين يجاوب؟ انا عارفه اسمك. يا برضه سميه. قول يا سميه. قول. انت شاطره يا سمسم قوي. كيفو. برافو عليك. برافو عليك. كيفو. برافو عليك يا سميه شاطره. يلا السؤال رقم 4. سيسون دي ليف. انا عايزه كلها. مستر عايز احلها. كيسكو سي برضو. انهي واحده فيهم رقم كام؟ احنا بنتكلم رقم 4 بالظبط. كيس كيس. مين بيتكلم؟ كينزي. كينزي. برافو يا كينزي. كيس كيس. اخر واحده بقى شي ثاني. مين بيتكلم؟ مستر. انا يا مستر. مستر اسمك ايه طيب؟ انا مستر. اسمك كومنت. تسبل اسمي حسن. يا بس قول يا حسن. سامي. ها كي اس. كيس. ما كيس. تمام يا ابو حسن. صح. دي جاوبت صح اول مره عشان ما تزعلش. ماشي ابو حسن. ماشي ماشي. طيب ده هنعمل مراجعه كده بس بسرعه على البريزون افيك بريمير جروب مع المضارع مع افعال المجموعه الاولى. حد يعرف ازاي بصرفه؟ لا يلا شو. ايه هي نهايه المجموعه الاولى؟ ها مين يقول؟ انا عارفه. انا عارفه. ار. تمام. بنعمل ايه لما نيجي نصرفه في زمن البيجزون؟ بنشيلهم. بنشيل الار ونحط اكسر. بنحط ايه بقى النهايات بقى؟ حد فاكر؟ مع الجو. مع الجو بنحط ايه؟ ايه او ايه. تمام. والتو بنحط معاها او اس. بالظبط بالظبط. والنو والال والال بنحط معاهم. بالظبط ماشي. ومع النو والنو وقول اس. وقول اس. ومع الفو او ان اس. بالظبط. ومع الفو وزد. وزد. ومع الايه انت. انت. ادي فعل شانتي معناه يغني. حذفنا الاي اي وضفنا النهايات. اي اي اس. اي او ان اس. اي زد. اي ان تي. في مشكله؟ لا. طيب ناخد مثال فعل الدغافيه. مين يصرفوا لي؟ لا انا 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 كل واحد واحد. انا 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 تمام. جي ترافاي. جي تراف. حذفنا بالظبط. حذفنا الاي اي وضفنا النهايات. ها مع الجو نحط او. تمام. ومع التو نحط او اس. تمام. مع ومع الإل والآل نحط أو. مع النو. أو أن إس. مع الفو. أو زد. مع الإل والآل أفيك إس. أو أن تي. في مشكلة لحد هنا؟ أن تي. تمام. تمام. النهارده بس ممكن ما حدش هننطق الوظائف بس ممكن بس نعي الصوت. فاضل قد إيه؟ طيب إحنا ممكن بس نمنع الصوت وتسمعوا معايا عشان ننطق الوظائف مع بعض. بس انا هكتم الصوت دلوقتي عشان تسمعوا معايا النطق بتاع الوظائف. اوكي بصوا معايا سنه اولى كده في الوظائف. لبروفيسيون. ركزوا معايا. بروفيسيون معناها الوظائف. هناخد الوظائف بتاعت كل شخص. تمام. هناخد المسكولات بتاعها والثمينه بتاعها. اول حاجه عندك انطق معايا او حاول تنطق مع نفسك يعني ان جورناليست. ان جورناليست معناها صحفي. لما اجي اسال حد اقول له
كيسكي فو فيت او كيسكي إيل في ماذا هو يعمل او كيسكي إيل ترافاي جو سوي جورناليست. طب الفيمينا بتاعتها او التانيث بتاعها إن جورناليست هي نفس الكلمه. خدي قاعده اي كلمه اخرها حرف اي لما اجي انسها تبقى زي ما هي في الوظائف بغير بس الارتيكل تبقى إن. تاني كلمه اسمها فوتوغراف. فوتوغراف معناها مصور. يسوي فوتوغراف انا مصور. الفيمينا بتاعتها إن فوتوغراف تبقى زي ما هي في المؤنث. تالت وظيفه معانا اسمها ان سكرتير. سكرتير معناها من اسمه سكرتير. التأنيث بتاعها إن سكرتير. يبقى انا بغير الارتيكل بس مع الكلمات او مع الوظائف اللي تنتهي بحرف اي. تمام. ام بوفيسير مدرس اسمها ام بوفيسير. ان بوفيسير مدرسه. ام بيلوت طيار. ان بيلوت معناها طياره مثلا. دلوقتي ام ميديسا طبيب. ان ميديسا طبيبه. بغير لا ده بس. ان افوكا خد بالكم افوكا معناها محامي. شايفين الكلمه مريحه في ايه؟ التأنيث بتاعها ان افوكات محاميه. ان فارماسيان صيدلي. ان فارماسيان شايفين بعرف حرف الان ازاي وبحط ايه في الاخر معناها صيدلانيه. يبقى ان جورناليست ان جورناليست. ان فوتوغراف ان فوتوغراف. ان سكرتير ان سكرتير. ان بروفيسور ان بروفيسور. ان بيلوت ان ميديسان. ان افوكا ان افوكات. ان فارماسيا ان فارماسيان. في حاجه مش مفهومه في الجزء اللي فات ده؟ هاي سنه حد مش فاهم حاجه في الجزء ده؟ طيب اخر حاجه هناخدها دلوقتي يا كابتن يا مستر. انا فاهم يا مستر. طب ماشي أنا فاهم. حسن حسن معايا. ايوه ماشي ابو حسن. هندخل على حاجه كده جديده كده بسرعه خدناها قبل كده. الاعداد نقول مع بعض. هناخد الاعداد احنا هناخدها من حد 20 دلوقتي وبعد كده نكملهم في الفصل. اه دي تو كات ماشي سيز ماشي ست ويت تمام ديس اونس دوز تريز كاتورز كانز سيز دي ست دي زويت تيزنف فان. في مشكلة لحد هنا؟ احنا هنقف لحد الاعداد بس دلوقتي. حد عنده اي مشكلة في الجزء اللي اتشرح ده؟ هنفتح الصوت ثواني كده. ماشي يا حسن مش عارف انت اشمعنى انت بس الصوت عندك شغال. لا بس انا الصوت عندي مفتوح اصلا. مفتوح الصوت عندي مفتوح. طب جميل انا عندي مفتوح من زمان. من زمان لما حضرتك قلت علينا المايك انا لقيت عندي مفتوح متقفلش. طيب ماشي أيوة. انا برضه. طب جميل جميل يا سنه اولى. حد عنده اسئله في الجزء اللي عدى ده؟ لا 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 مفيش. في احنا خدنا ايه النهارده؟ حد يقول لي كده احنا خدنا ايه؟ خدنا الانتجراسيون و كوماتي. تابل مين بيتكلم؟ سميه. هاي سميه. اول حاجه خدنا الانتجراسيون تمام. خدنا البروفيسيون وخدنا البروفيسيون تمام. ممكن تقولي لي ايه هي الانتجراسيون اللي خدناها؟ ادوات الاستفهام. خدنا اسك هل اسك برافو تمام. كياس من هذا برافو. وكسك سي وكسك سي برافو عليكي. وخدنا كي وخدنا كي خدنا برافو اللي هي من وكما تمام وكما تمام واللي هي ماذا كي او بالظبط كي من للعاقل تمام. وخدنا عليهم اكسرسيز. حد عنده اي اسئله؟ لا. وخدنا كسك وخدنا لا يا مستر كله واضح كله واضح يا مستر تمام. ان شاء الله الحاجات كلها حاول تراجعها كويس. لو في اي حاجه وقفت معاك اكتبها في القايه وبعد كده هنرجعها تاني في الفصل. هنعمل خلي بالك هنعمل خدوا بالكم احنا الجزء ده كله هيتم عليه اكسرسيز كامل في الفصل. ايفاليشن يعني ايه؟ ايفاليشن معناها تقييم او امتحان صغير كده نشوف الناس هل هي
فاهمه انا انا ولا لا؟ اتفقنا يا سنه اولى؟ اتفقنا يا مستر. خلاص اتفقنا، اشوفكم بقى ماشي. ان شاء الله الحصه الجايه. اوكي باي 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 باي.